يعيش في أسوأ مواسمه، لكنهم لا يشجعون فقط من أجل الفوز، يشجعون لأن هو القلب النابض، لأنه هو الكيان، لأنه هو الشعار، لأنه هو الحب، لأنه هو الحياة، لأنه هو الانتماء. لأن هل يعقل أن يكون هذا مدرج فريق بعيد عن القمة، بعيد عن وسط الترتيب، يقبع في مراكز متأخرة؟ هل يمكن أن تجدوا هذا الوفاء والحب والانتماء لأي جماهير أخرى؟ أعطيني الصورة على المدرج يا عيني، على المدرج ذهب يا عيني ذهب، صورة تغنيك عن أي تعبير، ومدرج يختلف عن كل المدرجات الموجودة في المملكة دائما. ايش هذا المدرج؟ ايش هذه الليلة؟